بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم شباب، اخباركم ايه؟ ان شاء الله النهارده هنشرح محاضره تمريض صحه مجتمع. المحاضره بعنوان كونسلنج. كونسلنج معناها ايه؟ كونسلنج معناها المشوره. مشوره ان انا هروح استشير حد في مشكله معينه او في موضوع معين خاص بشخص، يعني خاص بيا انا، تمام، او خاص بمجموعة عندهم نفس المشكلة. الهدف الاساسي من الكونسلنج is help people to help themselves. يعني ايه؟ الهدف الاساسي من ان انا اعمل مشورة او الاستشارة ان انا اساعد الناس ان هم يساعدوا نفسهم. طيب ده بيحصل ازاي؟ ازاي هساعد الناس ان هم يساعدوا نفسهم او يحلوا مشكلتهم بنفسهم؟ اول حاجة ان انا هعرف ايه هي المشكلة بتاع الشخص ده. concerned with addressing problem، ان انا اول حاجة هشوف ايه هي المشكلة اللي عنده. تاني حاجة resolving specific problem، ازاي هحلله المشكلة اللي عنده دي. making decision، ازاي ياخد القرار المناسب في الحلول المختلفة للمشكلة اللي عنده. coping with crisis and working through feeling of inner conflict and improving relationship with other. دي كمان ازاي اخليه يتعامل مع الصراعات الداخلية اللي بتدور داخل الشخص ده. هو هيختار ايه؟ ازاي هيحل مشكلته؟ ازاي هيتعامل معاها؟ وده كمان بيحسن جدا، عملية الكونسلنج دي بتحسن جدا الريليشنشيب مع ايه؟ الاخرين. تخلي علاقتي كويسة مع الآخرين. ده بمعنى إيه؟ بمعنى إن أنا لما يكون عندي مشكلة معينة وبتكلم مع شخص استشاري متخصص في حل المشكلة دي، عنده أكتر من حل علشان يحل لي المشكلة، وأنا في الآخر هختار الحل المناسب ليا، ده بيحسن العلاقة ما بيني وما بين الأشخاص الآخرين. إن أنا لما ألاقي حد بيسمعني، أما ألاقي حد يخليني اتكلم عن المشكلة بتاعتي، اذا هنا احسن علاقتي بالاخر، بدل ما انا قاعد عمال افكر مع نفسي ايه المشكلة وايه هي حلها وانا مش عارف اوصل لحل للمشكلة اللي عندي او الموضوع اللي عندي. الكونسلنج غالبا بقدمه في السنترز، في المراكز زي الـ MCH Center، زي الـ Nutrition Centers مركز التغذية، المراكز اللي هي بتتعامل مع الاسرة، المراكز اللي هي بتتعامل طبعا مع مراكز الامومه والطفوله، الام سي اتش سنتر، مركز تغذيه. انا بروح استشير حد متخصص في حاجه معينه زي اخصائي التغذيه، اخصائي اسره، اخصائي علاج مثلا الادمان، علاج سلوك، وهكذا. في فرق ما بين الكونسلنج والادفايس، وفرق كمان ما بينه وما بين الهيلث ادوكيشن. تعالوا كده نشوف مع بعض ايه الفرق ده. ادفايس هنا بدي نصيحة مباشرة، انا بنصحك ان انت تبتعد عن التدخين، وانت في الاخر هتتحمل المسؤولية دي، مسؤولية نفسك. انا بنصحك لازم تبطل تدخين، بنصحك ان انت مثلا لازم تعمل نظام غذائي معين. يبقى انا هنا هديك توجيهات مباشره، يبقى دي الادفايس مور دايركتيف عن الكونسلنج. بديك معلومه مباشره وبوجهك توجيه مباشر عن ايه؟ كونسلنج. وفي الاخر consequently takes away some of self responsibility of the client. في الاخر الشخص ده اللي انت اديته النصيحه هو اللي هيتحمل مسؤولية نفسه. لكن counseling service دي خدمات أنا بقدمها to empower client to help themselves، عشان أخلي الشخص اللي قدامي أو العميل اللي قدامي إن هو يساعد نفسه. زي مثلا أنا دلوقتي حد جاي يستشيرني فيه، هو عنده overweight، وزن زيادة، وبيستشيرني في إيه هي الطرق المناسبة اللي ممكن يتبعها لإنقاص الوزن ده. فأنا بديله أكتر من اختيار، تمام؟
هديله اكتر من اختيار. في عندي هيتبع نظام غذائي معين، هيتبع رياضه معينه، هيتبع اساليب معينه، بديله اكتر من اختيار. في الاخر الشخص ده هيساعد نفسه عن طريق ان هو يختار الوسيله المناسبه ليه او الخيار المناسب ليه هو. زي مثلا حد وليكن مثلا نظام الغذائي هو هيمشي عليه والاحسن بالنسبه له، في حد تاني بيتبع نظام غذائي مع رياضه، في حد تالت هيتبع حسب امكانياته حسب البيئه المحيطه بيه، هيتبع نظام غذائي مع رياضه مع مثلا جلسات ليزر وحاجات كده حسب امكانياته. اذا هنا الكونسلنج انا بساعدك انت، انت اللي هتختار في الاخر الحاجه المناسبه ليك. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. في اكتر من تعريف للكونسلنج، هو في الاخر نفس المعنى. كونسلنج is face to face communication، دي عبارة عن تواصل وجها لوجه. في دلوقتي عملوا كونسلنج اونلاين، يعني نقدر استشير طبعا مع انتشار وسائل التكنولوجيا الحديثة، انا اقدر اعمل استشارة دلوقتي اونلاين، لكن برضو الهدف الاساسي او في الاخر هيبقى لازم يكون فيس تو فيس. يعني لازم الاستشاري مع الكلاينت لازم يكونوا شايفين بعض علشان اشوف طبعا الفيشال اكسبريشن، وهو هيتكلم ازاي، بيتكلم بانهي طريقه، المشكله دي عامله له مؤثره ازاي في حياته وهكذا. يبقى اذا هنا كونسلنج لازم تكون فيس تو فيس، سواء بقى اونلاين او موجودين في سبيشال بليس في مكان معين. by which you help the person to make decision. انت من خلال الكوميونيكيشن التواصل ده بتساعد الشخص ان هو ياخد القرار المناسب لحل المشكلة بتاعته. resolve problem and act on them. counseling اقدر اعرفها كمان ان هي is helping process، وسيلة مساعدة. aimed at problem solving، الهدف الاساسي منها ان انا احل المشكلة لشخص معين. والمشكلة دي done with، الحل المشكلة دي والhelping process دي ممكن اعملها مع شخص، يعني انا بقدم لك الكونسلنج دي لشخص، وممكن اقدمها لجروب ولكن بيبقوا small group، مجموعة صغيرة عندهم نفس المشكلة، او couples او اتنين متزوجين عندهم نفس المشكله، زي مثلا الفاميلي بلاننج ميثودز. لو انا هيجي يستشيرني ايه هي الوسيله المناسبه للفاميلي بلان، تمام. فبيجي الزوج والزوجه عندي في الام سي اتش، واقدر اشرح لهم بقى الوسائل المناسبه، وهم هيختاروا في الاخر الوسيله على حسب الامكانيات، على حسب البيئه المحيطه، على حسب طبيعه الشخص. كونسلنج اقدر اقول عليها specific to needs، انا بديك استشارة على حسب احتياجاتك انت، على حسب الايشو الموضوع اللي انت جاي تقوله لي، على حسب circumstances of each individual client، حسب البيئة المحيطة بيك. يعني انا بديك اكتر من اختيار وحسب البيئة. في ناس بتبقى high educated هقدر اديهم وسائل عالية شوية في الامكانيات، وفي ناس بتبقى low economic status، عفوا high economic status و low economic status، امكانياتهم ما تسمحش. فانا بديك كل الاختيارات علشان تختار حسب البيئة بتاعتك وحسب المحيط بيك. ودي بتعتبر وسيلة interactive، وسيلة فعالة جدا طبعا، عشان بيبقى فيه communication، بيبقى الكونسلر مع الكلاينت قاعدين بيتكلموا مع بعض، فوجهات النظر بتبقى قريبة شوية، بيبقى فيه mutual respect for collaborative process، يكون فيه احترام متبادل وفي تعاون متبادل ما بين كلاينت والكونسلر. بيكون goal directed، انت جاي لهدف معين وانا بديك الاستشارة دي على حسب الهدف اللي انت جاي له. and acceptable to social and cultural context، دي حاجة مقبولة اجتماعيا ومقبولة ثقافيا،
اكتر من الهيلث ايدوكيشن، اكتر من الادفايز. لما بتنصح حد انا بسيبك انت ومسؤوليتك، لكن الكونسلر شويه بيبقى فيه مور كوبريتيف، بيكون في تعاون اكتر، بيكون في ريسبكت احترام اكتر، بيكون في انتر اكشن اكتر عن اي طريقه تانية. and bring change to attitude، ودي سهل جدا، عمليه الكونسلنج سهل جدا ان انا اغير من السلوكيات بتاع الشخص اللي جاي يستشيرني. في فرق ما بين كونسلنج وهيلث ايدوكيشن. الفرق ما بين الكونسلنج والهيلث ايدوكيشن ايه؟ ان الكونسلنج عندنا بيبقى مور كونفيدنشال، بيكون حاجه موثوق منها، انا رايح لحد خبره في الجزء ده، رايح لحد خبره في مجال التغذيه، رايح لحد خبره في مجال الاسره والمشاكل الاسريه زي مثلا او الفاميلي بلاننج، رايح لحد خبره في مجال ازاي امنع الدراج ابيوز والالكوحوليزم ابيوز. فاذا هنا ملم الشخص اللي انا رايحه له ده ملم بكل النوليدج الخاصه بالتخصص بتاعه. لكن هيلث ايدوكيشن لا، شويه نو كونفيدنشال او نوت كونفيدنشال، مش حاجه مش موثوق منها اكتر. هيلث ايدوكيشن انا ممكن الشخص اللي بيديني الايدوكيشن دي المعلومه يكون جايبها من على النت، يكون جايبها من اي كتاب، من اي مصدر مش موثوق منه. لكن انا الكونسلنج لا، انا رايح لصاحب المعلومه الاكيده. كونسلنج از 1-to-1 بروسيس اور سمول جروب، دي بتحصل من شخص لاخر، كونسلر والكلاينت، او من الكونسلر لسمول جروب لمجموعه صغيره عندها نفس المشكله. لكن هيلث ايدوكيشن انا بديها الجروب اوف بيبل، مجموعه من الناس، زي مثلا انا بنزل لسكول وهديهم هيلث ايدوكيشن عن مشكله معينه او ديزيز معين منتشر وهكذا. يعني بنزل هيلث مثلا السكول هديهم هيلث ايدوكيشن عن البيرسونال هايجين، اذا هنا انا بديهم المعلومه جنريتد اكتر او جنرالايزد اكتر، معلومه عامه. لكن في الكونسلنج لا، انا بديها لمجموعه صغيره او من شخص لاخر، والمجموعه دي بتكون مركزه على مشكله معينه خاصه بالشخص ده، بتكون موجهه لهدف معين، هو جاي لحاجة معينة. لكن الهيلث ايدوكيشن لا، دي بتبقى مور جنرالايز زي ما قلنا، بديها بنزل في الهوم فيزيت، زيارات المنزلية، هدي معلومات للناس، زي ما دلوقتي بندي هيلث ايدوكيشن عن كورونا فيروس، دي بسميها هيلث ايدوكيشن مش بسميها كونسلنج. لكن مثال بسيط للكونسلنج زي مثلا الفاميلي بلاننج، يبقى هنا لمجموعة صغيرة وحاجة محددة. كونسلنج فاسيليتيت تشينجز ان اتيتيود اند موتيفيت بيهافير تشينج، سهل ان انا اغير بيها الاتيتيود والسلوكيات بتاع الشخص. لكن الهيلث ايدوكيشن لا، انا دي معلومه انا بديها، انفورميشن از بروفايدد تو انكريز ذا نوليدج، معلومه انا بديها علشان ازود للناس دول معلوماتهم، بس انا مش بغير لهم في الاتيتيود، مش بغير لهم في البيهيفير بتاعهم ولا اي حاجه، لا انا بديها علشان ازود لهم معلوماتهم، عكس الكونسلنج. كونسلنج بروبلم اورينتد، دي بتكون مركزه او مركزه اكتر على مشكله معينه، زي ما احنا ما قلنا مثلا مشكله خاصه بالنيوتريشن، مشكله خاصه بدراج ابيوز، مشكله خاصه بالفاميلي بلاننج، يبقى انا المعلومه بديها على اساس مشكله معينه. لكن هيلث ايدوكيشن لا، انا بديها جنرالايز، بديها كونتنت اورينتد، بكون مركزه على محتوى مش معلومه او مشكله، لا ده انا بدي محتوى، بدي عفوا بدي معلومات عن كونسلنج بيزد اون نيدز اوف ذا كلاينت. ده انا هنا بديها حسب احتياجات الشخص، لكن هيلث ايدوكيشن بديها على حسب احتياجات بابليك، احتياجات الشعب. الشعب محتاج مني معلومات عن ايه؟ زي مثلا دلوقتي عن كورونا فيروس،
اديله هواعيه وهديله هيلث اديوكيشن وهزود له معلوماته عن المشكله الصحيه الموجوده دي او ازاي تفادوا الكورونا فيروس. لكن الكونسلنج لا، ده شخص محتاج حاجه معينه فهو جاي محدد الهدف بتاعه. تمام كده، فهمنا الفرق ما بين كونسلنج هيلث اديوكيشن. طيب اكيد في صفات معينه لازم تكون موجوده في الكونسلر ده، مش اي حد هيروح له وهيديني الكونسلنج، لا ده لازم يكون ليه صفات معينه، لازم الصفات دي تكون موجوده في الاستشاري ده علشان يقدر يكون يديلي الاستشاره بطريقه سليمه، بطريقه صحيحه، بطريقه فيها ريسبكت، فيها احترام وتبادل. تعالوا نشوف كده ايه هي الصفات الأساسية للكونسلنج أو الكونسلر لازم تكون موجودة في الكونسلر. أول صفة لازم يكون فيه عندي جينيونس، لازم يكون فيه مصداقية، لازم الشخص اللي أنا رايحله ده يكون صادق في الكلام، مش بيقول لي أي حاجة وخلاص، لازم يكون بيتصف بالليسننج، بالاستماع الجيد، لازم يستمع ليا عشان يعرف ايه المشكلة اللي عندي وهيديني بناء عليه على المشكلة بتاعتي دي واللي هو سمعه مني الحلول المختلفة. unconditional positive regard، لازم يكون فيه احترام غير مشروط، الشخص ده لازم يحترم اي حد مهما كان الوظيفة بتاعته، مهما كان التعليم، مهما كان البيئة اللي جاي منها. تمام، مش ده علشان قريبي او ده علشان ليه مركز يبقى انا هحترمه وهعامله معاملة خاصة، وحد تاني جاي لي مثلا من مثلا البيئة بتاعته قليلة شوية او التعليم بتاعه قليل شوية فانا هستقل بيه ومش هحترمه، لا طبعا لازم يكون في عنده احترام غير مشروط. believing in client، لازم طبعا يكون بيصدقك، لازم يكون في مصداق، بيصدق الكلاينت، بيصدق الشخص اللي جاي له ده، ما يكذبهوش، ما يبقاش مثلا انت الشخص اللي جاي اللي عنده مشكله وعمال يحكي وانا اقول له بجد هو معقول اللي انت بتقوله ده، هو الكلام ده يعقل؟ طبعا ما ينفعش في حاله الكونسلنج ان اعمل كده. make client aware of various alternatives available and explain advantage, disadvantage and implication، لازم يكون عندي اكتر من حل، لازم يكون عندي اكتر من طريقة اقدر اوصلها للشخص ده واقول له ايه هي عيوب ومميزات كل طريقة وازاي هطبقها. recognize you out limitation، لازم يعمل حدود للمحادثة او اثناء الاستشارة، وقت الاستشارة ده امتى يوقفك وانت بتتكلم، امتى يخليك تكمل الكلام. لازم يكون بيشنس، يكون صبور، طبعا بيستمع الى اقصى درجة، ما يقطعكش في الكلام. don't block free expression of feeling، طبعا ما ينفعش اقطع كلام الشخص اللي جاي عنده مشكلة واقول له طب خلاص كفاية كده، طب انا فهمت انت عاوز تقول ايه، وهو لسه مكملش اصلا بقية المشكلة. ممكن في نهاية الكلام، ممكن تكون اصلا الحل في نهاية الكلام اللي هو ممكن يقوله. judgmental، لازم يكون عادل وعنده حاكم في المسألة، لازم يعدل ما بين الاشخاص، مش عشان ده قريبي هعمله معاملة كويسة، مش عشان دوت مثلا معرفوش او لو اكونوميك ستيتس فانا هعمل معاملة مش كويسة، لا لازم يكون في عدالة في المعاملة. knowledgeable، لازم يكون عنده معلومات طبعا كثير جدا عشان يقدر يدي الشخص اللي قدامه اكتر من اختيار علشان هو في الاخر يختار الاختيار المناسب ليه. being in control، stay focused and don't wander to all over the place، طبعا لازم يكون فيه كنترول، ازاي اتحكم في القعده،
ازاي يخليك تكمل الكلام، ازاي يقطعك في الكلام، ازاي ينقلك من نقلة للتانية وهكذا. اونستي لازم يكون في امانة، امين طبعا على المعلومات اللي انت هتقولها له. ما يبقاش مثلا حد في البلد اللي احنا قاعدين فيها وتروح تقول له الكلام وعمال تفضفض معاه بالكلام عشان تاخد منه حل مناسب، وهو ينقل الكلام اللي انت بتقوله ده للبلد كلها. طبعا لا، لازم هنا لازم يتصف بالأمانة في الكلام اللي بيوصل له. امبسي لازم يكون عاطفي، يعني لازم يكون بيحس بالشخص اللي قدامه. مبقاش انت عندك مشكلة والمشكلة دي مسببه لك فعلا انترابشن كتير جدا في حياتك وهو مش حاسس بيك. مبقاش انت مثلا زعلان وهو عمال يضحك اثناء الكونسلنج وهكذا. تمام، دي الكي كواليتيز اوف كونسلر، دي الصفات الاساسية اللي لازم تكون عفوا موجودة في الكونسلر. تعالوا بقى نقول بعد كده ايه هي الجولز اللي لازم تكون موجوده في الكونسلنج. الاهداف اللي موجوده، اهداف الكونسلنج ايه؟ الهدف الاساسي من الكونسلنج فاسيليتيت بيهيفير تشينج، ان انا اغير من سلوكيات الشخص اللي جاي لي، اعمل امبروفنج ريليشن شيب. الهدف الاساسي ان بحسن العلاقات ما بين الاشخاص الكلاينت والكونسلر. هيلب كلاينت تو كوب وذ اون سيلف، اخليه يتعامل مع نفسه بتعاون مع المشكلة بتاعته. promoting decision making، ان خليه ياخد القرار المناسب حسب المشكلة بتاعته، حسب البيئة المحيطة بيه، حسب ظروفه امكانياته. facilitate client potential، طبعا انا بسهل عليه امكانيات العمل. تمام، the requirement of effective counseling، ايه هي المتطلبات الاساسية اللي لازم تكون متوفرة علشان اعمل استشارة ذات جودة فعالة؟ اول حاجة لازم يكون فيه تراست، ثقة متبادلة ما بين الكلاينت والكونسلر. لازم يكون فيه ريسبكت، احترام متبادل ما بين الكلاينت والكونسلر. لازم يكون فيه امباسي، عاطفة. لازم يكون حاسس بالشخص اللي قدامه، مشكلة دي مسببه له مثلا اذى فعلا، مشكلة دي هل يعني عامله له انتربشن في حياته ولا لا. لازم يكون في كونجروينس، منسجم معاك في الايه، في الكلام. ما تبقاش انت بتتكلم في حاجه وهو مدور وشه في حاجه، او مش مشغول في حاجه تانية، في كلمه تليفونيه مدور وشه وهكذا. ستيبس اوف كونسلنج، ايه هي الستيبس، الخطوات اللي لازم تكون موجوده معايا وانا بعمل كونسلنج؟ الخطوات اللي لازم تكون موجودة او اللي انا هتبعها اثناء الكونسلنج ايه؟ اول حاجة ان انا اعمل رابط بيلدينج. اول ما الشخص يجي لي في المكان اللي احنا هنعمل فيه كونسلنج لازم اعمل ايه؟ ابني علاقة. يعني جاي الاول برحب بيه والدنيا تمام، وسلم عليه وخليه يحس بالامان في المكان. تاني حاجة هبدأ وهو قاعد اعمل له assessment and analysis of problem. هبدأ بقى وهو قاعد بيتكلم بشخص وبقيم المشكلة اللي عنده. provision of ongoing supportive counseling، أبدأ أديله بقى حلول متبادلة ودعم أثناء الكونسلنج دي. أحط أهداف goal setting and counseling intervention. بعد ما حطيت الأهداف هبدأ أحقق بقى الأهداف دي من خلال إن أنا خلاص بقى هعمل intervention، ونبدأ نشوف حلول متبادلة مع بعض. termination and follow up، لازم انهي السيشنز الجلسه بتاعه الكونسلنج دي ومش انهيها وخلاص، لا ده انا لازم اعمل follow up متابعه علشان اشوف هل الطريقه والحل اللي الشخص دوت الكلاينت خده هل هو كان مناسب لي ولا ممكن يغيره بعد كده، كانش effective ممكن يغيره. ال stages of counseling، ايه هي المراحل اللي لازم اتبعها اثناء الكونسلنج؟ المراحل، افتكروا كلمة جزر بتاع فيلم اسماعيل ياسين لما كان بيقول له عايز حاجة قولي يا جزر. هنا الستيجس عندي بتتلخص في الكلمة دي، كلمة جزر. طيب جزر دي ما هيش كلمة كده وخلاص احنا جايين نهزر مع بعض، لا جزر دي معناها اول. بعد كده ايه هي الجول؟ تعالوا بقى نشوف البرينسيبال اوف جود كونسلينج.
ايه هي المبادئ بتاعت الجود كونسلنج؟ اول حاجه تريت اتش كلاينت ويل، لازم ان انا اعامل كل شخص بطريقه كويسه، اعامله على حسب الايج، حسب ايا كان سنه، ايا كان سكس ميل ولا فيميل، ايا كان الديانه بتاعته ريليجيوس باك جراوند، ايا كان الحاله الاجتماعيه بتاعته، ايا كان السلوكيات الصحيه. يبقى اول حاجه لازم اعامل كل شخص كويس، احترمه مهما كان، زي ما قلنا ايا كان سنه، جنسه ايه، وظيفته ايه، السلوكيات الصحيه عامله ايه عنده، الحاله الاجتماعيه، ديانه، ماليش دعوه بده كله، انا بعامل كل شخص باحترام. هو جاي لي، يبقى اذا انا هنا وظيفتي ان انا هديله المعلومه وخلاص. Make sure that client is greeted and friendly. لازم اتاكد ان الشخص اللي قدام ده عامله كويس، اذا هنا او اقابله بطريقه كويسه، اتاكد ان الشخص دوت انا قابلته بطريقه زي ما قلنا فيها صداقه، ان احنا فيها صحوبيه كده، طريقه فيها احترام وتبادل. As soon as she or he comes in، طريقة فيها احترام في المكان اللي هو جاي لك فيه. Make the waiting area cheerful and interesting، لازم المكان اللي هو قاعد مكان الانتظار ده لازم يكون مكان حريص، حد سامع حاجة، لازم يكون مكان interesting، في اهتمام، مكان فيه تشويق كده. احنا غالبا لما بنروح مثلا اوت بيشن، بنروح عيادة دكتور معين، ساعات ما بنبقاش مرتاحين للمكان، المعاملة مش كويسة، ممكن يكون حاسس بعدم الامان، المكان مش شيق كده، لا انا مش قادر اقعد ثانية على بعض في المكان ده، في مكان تاني من حسن المعاملة، من حسن الاستقبال، مكان فيه تشويق للانتظار ده، ويخلكش تزهق، وبقى قاعد مرتاح، عايز اقعد اكتر من كده، عايز اجي المكان ده تاني مرة واثنين وثلاثة. تمام. Make sure the client have privacy from being seen or heard by others during counseling. لازم اتأكد من خصوصية، لازم الخصوصية بتاعت الشخص ده، اي حاجة انا اشوفها خاصة بالكلاينت، اي حاجة انا هسمعها من الكلاينت ده، لازم أأكد له ان الحاجة دي في خصوصية تامة، حدش هيشوفها ولا حد هيسمعها غيرنا احنا الاثنين، كلاينت والكونسل. Reassure and comfort client if needed. طبعا بقدم له الطمأنينة وراحة ده لو انا حسيت ان هو قلقان ومحتاج لده. Tell client that information about them and what they say will be confidential. لازم اديله معلومات او اكد له ان المعلومات اللي انا هاخدها منه في موضع ثقة، محدش لا يشوف ولا هيسمع ولا هيعرف باي حاجة انت جاي تتكلم. يبقى اول حاجة treat each client well. تاني حاجة interact اللي هو تفاعل ما بين الكلاينت وما بين الكونسلر. ازاي اعمل interact او good interaction؟ عن طريق ان انا هعمل ask questions، لما يجي اسال كلاينت سؤال او هو يسالني حاجه، ده هيكون في تفاعل، يكون في listening، استماع متبادل ما بين الكلاينت ما بين الكونسلر، and respond to each client on needs and situation. لازم يكون في استجابه لاحتياجاتك والموقف اللي انت جاي تحكيه، او الموقف اللي انت عايز له حل. اول حاجه احنا قلنا interact عن طريق ask questions. طيب how can you ask questions effectively؟ ازاي انت تسال سؤال فعال، ازاي تسال سؤال يوضح ان في interaction كويس؟ اول حاجه ان انا لازم استخدم نبره صوت، use a tone of voice that shows interest, concern and friendliness. ده انا لازم استخدم نبرة صوت بتوضح ان فيه اهتمام، بتوضح ان فيه صداقة، بتوضح ان فيه مساعدة،
ما بينك وما بين الكلاينت. Use words that client understand. لازم ان انت تستخدم كلمات الشخص اللي قدامك ده فاهمها. Ask only one question at a time. انا اسأل سؤال واحد بس في المرة الواحدة، ما اسألش اكتر من سؤال ومليون سؤال ورا بعض وهو مش فاهم ومش مركز هيجاوب على انهي سؤال. اسأل سؤال وانتظر الاجابة باهتمام، طبعا لازم يكون with interest، انتظر الاجابة منه باهتمام وبعد كده اسأل السؤال التاني لو الامر يستدعيه. Ask questions that encourage client to express their need. انا اسأل سؤال يشجع الكلاينتس اللي قدامي ان هم يعبروا عن ايه، عن احتياجاتهم. Encourage clients to continue talking. انا اشجعك وانا بسألك سؤال وانت بتجاوب اثناء الاجابة، اشجعك ان انت تكمل الكلام بتاعك عن طريق طبعا الكلمات اللي احنا بنستخدمها، ها وبعدين، سامعك، تمام، طب كمل، اللي هو then and وهكذا. Avoid starting questions with why. ما بدأش ابدا سؤال بيبدأ بـ why. ليه؟ لان كلمة why دي بتعبر اللي قدامك، او لما اول ما اسمعها احس ان في حاجة غلط، ان انا بجاوب غلط، يبقى ما بدأش ابدا سؤال بـ why. بماذا؟ ليه انت بتعمل كده؟ ليه انت بتقول ده؟ ليه انت هتختار الوسيلة دي؟ لا، ما بدأش خالص بكلمة ليه. Ask a question in another way if the client didn't understand it. ده انت لازم ان الكونسلر ده يكون عنده مهارة ان هو يسأل السؤال باكتر من طريقة، ما يبقاش هو عندي سؤال عمال اكرره بنفس الطريقة هو مش فاهم حاجة ويقول لي انا مش فاهم ومفيش فايدة انا اقوله بنفس الطريقة تاني. لا، ده انا لازم يكون عندي اساليب مختلفة في اثناء ان انا اعمل ask questions اثناء ما بسأل السؤال. يبقى أول حاجة قلناها في البرنسبل treat each client well، إن أنا أقابل واستقبل وعامل كل شخص بطريقة كويسة. تاني حاجة لازم يكون في interaction، تفاعل أو interact عن طريق إن أنا أسأل سؤال ask questions. تاني حاجة إيه؟ listening، إيه؟ الاستماع جيد. تعالوا بقى نشوفوا كده مع بعض إزاي إن أنا how to listen effectively، إزاي أسمع للشخص اللي قدامي بطريقة فعالة. اسمعه ازاي؟ اول حاجة عشان اسمعك كويس لازم اتقبلك زي ما انت. accept your clients as they are. لازم تتقبل الشخص اللي قدامك زي ما هو. treat each as individual. لازم تعامل كل شخص زي التاني. put yourself in your client. حط نفسك مكانه. هل انت لو قعدت القعدة دي هتحب ان حد يسمعك، ولا تحب ان هو يبقى مشغول وبيتكلم في التليفون بيبص الناحية التانية بينادي على حد وهكذا؟ اذن لازم تحط نفسك مكانه. انت لما تبقى في الموقف ده اكيد بتبقى عايز حد يسمعك. give your client time to think، ask questions and talk. ادي الكلاينت بتاعك وقت ان هو يفكر، تمام، علشان يقدر يديك كل المعلومات اللي عنده والسلوكيات اللي عنده والاتشود اللي عنده، ان هو يسألك اسئلة لو هو مش فاهم حاجة، وان هو يتكلم. ما بقاش انت قاعد تسأل اسئلة ورا بعض وعمال تسأل وتجاوب على نفسك وسايبه هو ما بيتكلمش خالص، عمال تقطع في الكلام. اذا لازم تديه الوقت يفكر، يسألك اسئلة، تديه الوقت ان هو يتكلم. listen to what your client say. اسمع هو بيقول ايه. and also how he or she said it. ازاي هو بيقولها، بيعبر عنها ازاي، وصل لك اللي هو بيقوله بطريقة ايه. notice tone of voice, choice of words, facial expression and gesture. خلي بالك كويس من نبرة صوته، بيقولها ازاي، بيعبر عن الحاجات اللي عنده دي ازاي، بيختار انهي كلمات، تعبيرات الوجه وهو بيتكلم، تعبيرات وشه عاملة ازاي، الجشر، القعدة والوضع بتاعه عامل ازاي، متوتر، الموضوع ده فعلا قلقه، والموضوع ده عامل له مشكلة ولا قاعد بهدوء مش همه وهكذا. يعني لازم اخد بالي كويس قوي من اللي هي
الفيربال والنون فيربال كوميونيكيشن. listen to your client carefully instead of thinking what you are going to say next. لازم تسمع له كويس قوي بدل ما تفكر هو ممكن يرد عليك يقول ايه، تمام، او ان انت هترد عليه تقول له ايه. يبقى لازم تسمع لكلامه بدل ما انت عمال تفكر اه ده انا هرد على الحته دي ازاي، طب انا مش عارف اخرج من الحته دي ازاي، هرد عليه بانهي طريقه. لا طبعا، انت لازم اسمع له الاول وبعد كده بقى ايه الرد هيجي بعد. sit carefully، لازم تقعد بطريقه فيها حرص ان انت فعلا عايز تسمعه وان انت فعلا سامعه. بطل distracting movement، بطل الحركات اللي فيها interruption، اللي فيها ازعاج، قاعد تهزز في رجليك، قاعد تخبط على المكتب، ده كله بيوضح له عدم الاهتمام. فانت لازم تبتعد عن الاسلوب ده خالص. look directly at your client when they speak، لازم طبعا توصله مباشرة وهو بيتكلم، وانتوا بتتكلموا مع بعض لازم يكون احنا باصين لبعض، ما تبقاش انت عمال انت عامل انترابشن، تخبط، تبص، تتكلم في التليفون، تنادي على حد. لا، لازم تكون باصص له مباشرة علشان يحس بايه، بالاهتمام. طيب، تالت حاجة احنا قلنا treat each client well. تاني حاجة عن طريق interaction، من خلال ask question، ومن خلال الايه listening active listening. تالت حاجة give the right amount of information، خلاص في اهتمام، انت بقى لازم تديله معلومات صحيحة ومعلومات كافية عن المشكلة. المعلومات دي ممكن تكون بتديله اكتر من اختيار، بتديله طبعا choices، اختيارات كثير جدا، ولازم تكون ما تحسسهوش بالاوفرويلمنت، بالزحام. انت عمال تديله معلومات في حاجات كده ملهاش اي لازمه، وعمال تدخل في تفاصيل ملهاش لازمه، بعيده عن المشكله بتاعته، بعيده عن الموضوع بتاعه. لازم تديله معلومات صحيحه، معلومات محدده علشان ودقيقه، علشان يقدر ياخد الديسيشن الخاص بايه من المعلومه بتاعته، يبدا ياخد قرار مفيد. information should be both tailored and personalized، لازم المعلومات اللي انت هتديها له بتكون معلومات شويه مخصصه للمشكله بتاعته، ومعلومات شويه على حسب ال personalized، معلومات شخصيه. طيب يعني ايه، نوضح الحته دي اكتر. في tailored information دي عباره عن information help client make specific decision، ان هو ياخد قرار معين. يعني انت بتديله معلومة محددة خاصة بالايه، بالمشكلة بتاعته، عشان ياخد قرار مناسب للمشكلة دي. اذا هنا تلورد معلومة محدودة بالمشكلة، او معلومة محددة خاصة بالمشكلة. personalized لا، انت بتديله information ان المعلومات بتاعتك put in terms of the client situation، بتديله معلومات بقى شخصية خاصة بالسيتويشن نفسه، بالموقف، معلومات شخصية خاصة بالبيئة المحيطة بيه، خاصة بازاي هتعامل مع الحاجة دي، معلومات شوية مفصلة علشان تقدر توصل له ازاي ياخد القرار بتاعه. معلومات شخصية اكتر، يعني هنا بتديله معلومات خاصة بايه، بالشخص نفسه، مش خاصة بالمشكلة، تمام. يبقى انت هتديله معلومات خاصة بالمشكلة tailored information، ومعلومات شخصية، تدخل شوية في تفاصيل شخصية علشان تساعده في ان هو ياخد القرار المناسب والاختيار المناسب، حسب ايه البيئة بتاعته، حسب المحيط بيه، على حسب العادات بتاعته، حسب الامكانيات. ايه listening، ايه الاستماع،
شكرا ليكم كده، محاضرة الكونسلنج خلاص خلصناها. شرحنا النهارده يعني ايه كونسلنج، الفرق ما بين الكونسلنج والادفايز، الكونسلنج والهيلث اديوكيشن. شرحنا بتفصيل كلمة كونسلنج يعني ايه، عرفنا ايه هي الكي كواليتيز، الصفات الأساسية اللي لازم تكون موجودة في الكونسلر. عرفنا ايه هي الجولز، الأهداف بتاعتها. عرفنا ايه هي البرنسبلز، المبادئ. عرفنا ايه هي الستيجز بتاعت الكونسلنج، اللي هي الأوبجيكتيفز بتاعت الجود كونسلنج. أتمنى إن شاء الله تكونوا فهمتوا حاجة من المحاضرة، أكون وصلت لكم حاجة. وأنا معاكم إن شاء الله، لو في أي استفسار أو في أي أسئلة ممكن تبعتوها لي على الصفحة الشخصية أو على جروب الواتساب الخاص بالدفعة. وشكرا لكم جميعا، وبالتوفيق إن شاء الله.